فقدت أمها وأخواتها وما ضل الله بالحياة غير أبوها. خلونا نسمع قصة بشرة فاضل. أول تقافي شوي نزل من البناية، أنا كنت موجودة معهم يعني، بس أول أنا كنت سهرانة. أول ما حسيت أنا فوراً سبقت أمي وأخواتي لتحت، إنه على أساس الجيران تحت مننا مع السيارة رح نهرب معهم. فأنا شيني اللي حقت أطلع من البناية وقعت البناية، يعني أنا طلعت مع الجماعة وأمي كانت نازلة وراي على الدرجية وأخواتي. هنا ليش تأخروا حتى طلعوا أهلك؟ كانت عم تجيب مفتاح بيت وهيك وكم غلط نزلوا معه. وأنا أخوي معاق ذهنياً، فهو يوتر شوي، عرفت شو؟ فأنا الشيء اللي سبقت لنا تحت، وأختي كانت نازلة وراي بس كانت ناطرة مع ماما. الشيء اللي صرت معهم بالسيارة الجماعة وقعد البناية. وبعدين أنا رحنا عند الكلية، لأنه أنا ما عاد شفت أثر أبدا لأهلي. رحت معهم على الجامعة، ما بعرف شو طلعت يعني، بس إنه جيبوا لي أخبار إنه ما بلشوا قصة بالحفر، عرفت شو؟ حفر تحت الأنقاض ما كانوا بلشين قصة فيها. تمام. نزلت أنا يوم الأربعاء، رحت لهونيك ما كانوا لسه مبلشين، ما بلشوا اليوم الخميس. يعني نحن عم نحكي 3 ايام لسه هن ما بلشوا. ما كانوا لسه مبلشين، نحن الطابقين التحت ما لهم عمار بس عواميد. نحن طابقنا ثاني فني واقع تحت الارض. الطابق الرابع والخامس والسادس فوق طابقنا تماما. الطابق اللي فوقنا الرابع طلع منا بس مره. يعني البنايه كلياتها كم شخص طلع؟ متوفى ستة سبع اشخاص. نحن أهلي ثلاثة وجيراننا ثلاثة جنب بعض وفوقنا واحدة. شفنا حالات قبل قالوا نحن نحط الحق على المتعهد. هو إيه المتعهد؟ لأنه أساساً البناية كانت إنه كتير متشتتة من المي، فيها تسرب مي كتير. وهي الحالة كان صاير فيها مشاكل كتير من قبل الزلزال، قبل كل شيء كان فيها مشاكل، إنه حدا يجي بس يصلح المي. في خزانات فوق كانت تنش مي كتير لتحت، والحيطان تشتت من المي، يعني أي هزة إجباري بدها توقع البناية. وهي البناية أساساً ما كانت ضابطة يعني. في مكان استقروا فيه غير بيتكم اللي راح؟ هلأ أنا حالياً ضالة عند الجماعة، لأنه هنا من الصراحة بيت أحسان. هنا من الصراحة يعني فوراً قاوني وطلعت معهم، ما تركوني أبداً.